من يا مرون مزنبيق. اسمع ودي وش فيكم؟ قال لي يا باي روع الكيف عراف. يضحكوا عليك يضحكوا عليك. يضحكوا قالوا عراف. هو قاع سيدي مش عراف. ها ودي يفهم افهم اقلص افهم اقلص. هذا يا واحد من الكحلة من الالمان جاب شكري ابو يضعوني خبر. لا نسيني غال نسيني غال. ها ودي لالة ها ولادي لالة افهم. جابه واحد كاي سمسار قال لي يا شيخ عندك سمسار يحب يكري. ها ودي يضرب يسرع بكسارة المصارعة. هذا يحب يكري من عندك كحلاني. ها ولادي موتوا بلجكم موتوا بجلكم مش فيكم كاكاكاكا تتخاطفوا. ها قلت بوكسور يضرب. ها ودي لالة يختفي دار عراحة لبس عليه لمكنتي كاي ماركانتي دار العامة. جبت هنا يا دخل عراحة هرقدت عراحة فزيت الصباح قلت خلينا نمشي ناخذ كروات. ها وهو في الليل جاب عيلته عيلته. ها ودي شو نقول لكم هكريت قار وضوكم كله جابهم سيدي. نقول لك ثم قرابات 80,000 تكذبني. الدنيا كحلة بالبشر دن الدنيا بالكحل نما لكحل يدور لي في الدار. اي حقك انت قبل ما تعطيه لك الدنيا مالك تلتها ولا جاي بالقدريد من غادي من السنغال جاب عليه الدبان. ها ودي لا لا عيلته هو يجي وحده ومن بعد جاب خل لحق عيلته الكل. ها ودي وش نحكي لكم شاي تحت التلفزه شاي فوق التلفزه شاي في الثروات ثريات معلقه كاكا. يا ودي وش نقول لكم كبار نمال تكذبني. ها ودي شو نقول لكم ها ودي طولها تقول 380 هذا يا فرضاوي. ها ودي لا لا هو ضايع ومرته بحذاه مرته عيلته عيلته هذا ست صغار قدامها تقول كونغرو. هو زرني كايا طويل قال ايه دوار رحليلي بالقاغلي بالقاغلي رحليلي دوري تخرج ناي دوار ناي دوار في العمر هذايا في محري يقول اي دوار في ناي دوار ناي سلام دوار باهي مالك. اسمع مالك ظلمتها الراجل راهو هذوك الكحلان قالك ياخذوا برشا ياخذوا برشا معناها عيلته تبدا كبيره. عيلت من عيلت الكحلان. يا ودي ناي جيت نربح صادني برباح صادني برباح وصورت منها ناي وصورتها. ها ودي شو نقول لك اش نقول لك راهو جراد دم عليه جراد جاب جراد معاه من الناس اللي كان. ها ودي هلا لا تربع قاعدي فاز انا يقوم يقوم. لا لا انتم انتم كثرتوا ليها كثرتوا ليها وليتوا ظل واحد كيجيب شيكري تقولوا لي يا سيدي ما تحفرش النقب في الحية ما تحطش مونجيلا ما تحطش كواترو كواترو عرسي نحطها عاجبيني عاجبيني نحط كواترو عرسي. ها ودي كيما خلوه كاكا يحط كاكا ينقبها الدنيا كل كشكاس. لا لا عثمان ولا يعمل لك في الجريده يكتب لك اعلام اعلام في الجريده يقول دار اركض انا اشهب كبيرة البيوت كبار سيدي تمشي تمشي تعاين تشوف الدار قبل ما معاينة معاينة كما الكهرباء سيدي كل بيت فما بقاحة. هذه حاجة البركون تقول كعبة يا خورت على الشارع ويقول لك 680 وكل عام راني نزيدك 5% جيت لوج على 5% تلقاها 180 دينار في العام زيادة. طب حتى انتم راهو الملاك حتى انتم راكم ظالمين. لا لا كثرتوا لا اعطيني كعيب هذاك الحلقوم كم تاع 800 كيلو هذاك 800 لك ليش شريته انت محسوب 800 لا انا افهم واولاد يفهم ناي هذا كل ما يهمنيش فيه ناي صارت لي غريبه نقول لكم صحيح اه ما وجو عجل كلموني ناي قالوا لي راح عشان ناي مع شرطة علموه قالوا كي جاي كلم الكحلان. ها ودي برا ودي ها هذا ناسور ها ها كتف هذاك راه رد بالك. ها ودي وش بيك ها ودي اي كل ارباح مخلوش زعما تبعني اسمعني ها اسمعني انا خايف لا يكون لي فخذي. ها ودي هو بعيد عليك نايا نحكي ليك قلت لك داري جيت في الرقوبة انت عشان ناي في الحومة انا ممكن دار الرقوبة دار الرقوبة كيف جوني مسهولي مسهولي قالوا نحن مش نركبوك المشروع هذاك حشنا بدارك انت تاع الرقوبة اي اعطيت الدار رجلتها لم كنت اي قالوا شويه مصاريف وصرف على هكا يا ورجل شويه الخيام شويه كذا شويه تحت في حوالي درت قمت هكا وبعت ترفرض وكذا من هنا وقلت لهم شويه رخام شويه من هنا من مونكس رممت لم كنت رممت ترميمه مش نقول لي وريدوات وحكايات يا سيدي يا سيدي وتيل تقول انت 8 نجوم متكذب وتيل الرقوبه يا ودي داري نايا في الرقوبه وش مدخلني في الوتله هاتي لنايا كاكا فرحان وقالوا لي قداش قداش حب تحسبك كاكا في الشهر نايا مسؤولين هذول اللي جاوب شوي كروها قلت لها مؤخرت وقدمت قلت لها ما قالش ناي من 500 دينار في بالك انت باش تصور فيها ازوي ضحكوا واش قالوا لي قال لك انا قال ياسر قالوا لي ها ودي زوز ملاين ها هي فلوس الموزمبيق يجيو 350 نتاعنا احنا ها ودي اللي باش يكرو داري نايا باش يركبوا فيها نتاع الريزو ريزو ايه الريزو هذاك عندنا بطوب هذاك نتاع شارج بطو الضوء قالوا لي زوز ملاين اعطوك زوز ملاين ما عطونيش سابقين نعم كنت قالوا قدك هكا وين راح نعطوك قديت قديت نايا ثم بعد كاكا نايا كاكا وخبيب علموه خبيب ولدي نايا قالوا لي ثاني كلموا واي يعرفوه هي كلموا واي كلموا واي كلموا واي العيله كلها سيدي بيتنا سيدي شو نقول لك ما رقدتوش يا ودي مفرحات 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 ودرسان بنت كلموها درسان باي باي يا فقر قلت ليها فقر باي باي يا كاي باي باي, 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 باي
باي بيت هنا باي بيت الفقر. هي قلت قمت كايا طلبت جماعه شرطه هاودي طلبت هذا جماعه المسؤولين الكحلان هاولادي لاهك لاهك هاي لاهك قفقفه تهز فيا تفهم تفهم طلبتهم قلت لهم ايه وصار سيدي هاي عاد خلنا نتمحى جماعه تزوز ملايين هاي الناي صرفت له قلت لهم يجوا صح ويجوا صح صرف لي وراي اللي قدام طلبتهم على فجاري هذا من المسؤولين اي قلت له بلوا وينكم عاد باش نصحوا فاز واحد قال لي نتكلم تتكلم برك قال لي كاميرا خفيه فالعمر هذا يهزموك وباش عطاه قال لك في رمضان هذا قريب هزموك هما كلموا خبيب وكلموا قلت لي ويل هي ودرسان بنتك هي يعرفوك مع كل يعرفوك هي نقول لك ناس يعرفوه هذول هذايا ما يكون كان واحد يعرفك واحد يعرفك حق المعرفه ثاني نقوليك اي نقوليك وضايا واحد لكن اللي تتلكش عليه ويتلكش عليك عمركم وكل تفضلكم على بعضاكم نقوليك صحيح ها عثمان ما مش نديرين شي يخدم هو شي يخدم هذايا عثمان عساس انت عثمان نبصر عليك كلمت عبد تكريب زوز بلايين عبد تستغنى في جمعتين عريس راي راسي يقول يبصر عليك اقعد برك الحجينة يا عثمان عثمان شتت لي عيلتي عريت لي راسي عثمان ليه عجل انت عجل انت فرجاني الخطرة الاخرى في الونزة ديك الخانتيج جيت انت كاكا ودنيت كما حبيت وضحكت انت انت وشي دار برلين هذاك عملت كما حبيت حسدني يا عثمان عشان نايم ليك وانت كاري يا عثمان كاميرا الخفية هاي شبارك فرجاني هاي جاني كري لك ثلاثة ملايين ونص هاي جاني لقيت لك كراه يا فرجاني لقينا لك كراه باربع ملايين وميتين نقول لكم كراهنا الفرجاني هاي جفحكنا هاي جفحكنا هل يجود كي لو جوع كراه مع عبد الرزاق جمعها مع عبد الرزاق جمعها مع عبد الرزاق وجمعها مع بيه طيحة كاكا كتبهم ناي قلت لكم وشو كاكا قلت لكم ناس شباب ما بدرس شباب واش نقول لكم اش باش نقول اسفاره تاع الكونغو عندي نايف الدار واش اسفاره الكونغو شي كرت عندك انت ها ودي بحال اسفاره ها تقول بقرابات 80 عسوس مركز عليك كيف مركز علي حنيت الباب باش نقول لك كحاله الدنيا دقيت الباب بظفري ها ودي كحاله واش مدخلني نايف دقيت الباب دهنها كحل البيوت ها ودي عيلته بجراح عيلتك احلى زبان قلت اصدم عندي نايب عيني يا ليت اقولها دوت انا هي منهم بسكليت راكبين عليه 11 في الدار اودي تقول قبار ها ودي هاك النمال يغلي احليلي اريتك النمال لك حد دافع النمال قال لي برقوا برقوا قلت له ايش بيك؟ على رجوع على رجوع يا ودي ايش على رجوع